بسم الله الرحمن الرحيم. في مساء هذا اليوم الاثنين يبدأ ايضا العمل، وسعدت ان التقي باحد الاخوة الكرام. الاسم الكريم الاخ محمد، كيف استعدادك لهذا اليوم؟ ان شاء الله تعالى نأمر بالايه ان شاء الله. صراحة هذا حيوية زينة جميل. ايوه، فما هي رسالتك للاخرين؟ اتمنى يكونوا معانا ويتساعدوا على الطريق لكل اي شخص. نعم، على اي شخص. لماذا يتميز هذا المسار الجبلي برايك؟ والله عشان الانشطه هذا اول شيء، ثانيا كما تقول انه زين الانسان يجدد نشاطه. جميل كل شيء. جزاك الله خير الاخ محمد، وفقك الله.